بالنسبة لأمس دونك من 8 متاع الصباح بدينا نلوجوا على حمادي وين بويسك حمادي كلمني 8 على أساس نشوفوا أفوكا من المحامين في صفاقس 8 ودرجين قطع الاتصال به. رجعت من 8 ودرجين حتى تقريبا 3:30 واحنا نتصلوا من بلاصه لبلاصه مع حضور المحامين الاستاذ نعمان مزيد، الاستاذ نعمان سيري، الاستاذ زبير الوحيشي، والاستاذ حمزه مبادره. واحنا ندورو من منطقه لمنطقه، كل منطقه تقول لا ما عنديش، الوغ هو كي هزوه من الصباح قالوا منطقه باب حر. بعدين 3:30 بالضبط يجي تليفون الفراس شقيق حمادي اللي هو تم إحالته لهنا لتونس للجورجاني. ثم فيما بعد 4:30 بالضبط يعودوا يتصلوا به اللي هو وصل للجورجاني، واللي فراس اليوم لازم يلتحق لهنا باش يشوف خوه والكل. دونك حمادي توا موجود لهنا في تونس، تم استنطاقه اليوم في الجورجاني ورجع البوشوشة. على خلفية اعتقال الناشط حمادي الخليفي قمنا بالوقفة هذه المساندة ليه، خاطر ما هو إلا عبر على الفيسبوك ما عناش في الوقت أنه الناس تتشد على خاطر جوست بوبليكاسيون هبطها على الفيسبوك. الحكاية أعمق من هكا بيسر. حمادي الخليفي هو مسؤول الشؤون القانونية سابقا لدى منظمة اي واتش، معناها الحكايه ذي اكبر بيسر من تدوينه ولا تصويره هبطها على الفيسبوك. حمادي الخليفي حكيته هي الصراع بين قناه نسمه ومنظمه اي واتش للقضايا اللي رفعتها اي واتش على نسمه وعلى الفساد نتاع عائله القروي. دونك باش نسمه تنتقم نوعا ما صار البارح اللي ريناه في نسمه، المغالطات الكبيره اللي تحكيت للناس، يعني كل يوم قاعدين نتبعوا في ناس قاعده تعبر بطرق اكثر من هكاكا استفزاز للرئيس، طرق الشنيعه اكثر من هكاكا للرئيس، وعمرنا ما سمعنا بحد وقف على خاطر تصويره الرئيس. بينما الناس الناشطه في المنظمات سورتو اللي تحارب في الفساد اليوم هكا يوجهوا لها تهم، يعني ما لقاولوش كيف ما لقاوش كما سمعنا بعض الشباب تشدوا على الزطله تشدوا على حاجات اخرى. لكن اليوم حاجه غريبه ياسر كي راو انه اليوم شاب تونسي موقف جوست خاطر بارتاج تصويره تفدليك على الفيسبوك. بالنسبه للتدوينه كانت في اطار مزاح ومداعبة عادي، معناها نهبط كل يوم تقريبا تدوينه هكاك. اللي صار هو تاويل اكثر من جدي، اعطت تدوينه اكثر من حجمها برشا من اطراف معينه دوله التصوير على اساس اللي هي تحريض على القتل المباشر. بعد ذلك قاعد تقريبا مش ايقافي بطريقه قانونيه وانما ايقاف تعسفي او اختطاف تقريبا الجرجاني في تونس، وما تمش اعلامي وما تمش اعلام العائله واللي هو غير قانوني. من بعد ما الايقاف يتم بحثي في الجرجاني مع وحده مختصه مكافحه الاجرام بتهمه التحريض على القتل، ويتم نقلي بعد ذلك البوشوشه اقامه كارثيه غادي ثم عباد في 2016 على ابواب 2017 لتوا ضلوعها مكسره من التعذيب، ثم حتى اعضائهم التناسليه تلفت. هو الشيء اللي باين اللي ما زلنا تقريبا في المربع الاول من افتكاك الحقوق نتاعنا، واللي مازلنا في المربع الاول في معركه كبيره برشا بالنسبه لحريه التعبير. هذا في امر يتعلق بتدوين على الفيسبوك، فما بالك معناها في مواقع اخرى او في مواقع اكثر حساسيه. تمسكنا ببطلان الاجراءات خاصه انه تم خرق القانون في اكثر من مناسبه كلما دعت الحاجه، تم توجيه البحث نحو الادانه اكثر منه نحو البحث ايضا على ادله البراءه. بالنسبه للطلبات الاصليه نتاعنا غياب الركن القصدي، غياب نيه الاجرام، هي كانت لمجرد الدعابه، لم ينكر منوب انه قام بالتنزيل هذاك لكن أنكر نيته في التحريض. بالنسبة لنا احنا حاليا الحكم كان بعد التصريح والمفاوضة رأت المحكمة أنها غير مختصة ترابيا، رجعت لاختصاصها الأصلي اللي هو ترابيا صفاقس. احنا أول غيث قطرة حاليا المنوب بتاعنا في حال سراح، بقدر الله احنا متمسكين بالبراءة بتاعه التامة.